أن السيد الرئيس في رؤيته وفي مقام الشهداء وأبناء الشهداء والأسرة الثورية أعلى بكثير من بعض الامتيازات المادية. وأقولها جازماً لأننا في عديد المناسبات في لقاءاتنا مع الحكومة أقولها، وهي رسالة من ابن بار لهذه الأسرة التي خدمها عشرات السنوات. الحكومة الآن في مفهومها الذي يتساوق وينسجم مع توجيهات السيد الرئيس في إطار وضع الأسس الكبرى لجزائرنا الجديدة، يولون كل الاحترام والحب والتقدير للأسرة الثورية. بعض المسائل المرتبطة ببعض الامتيازات، والسيد الأمين العام شاهد على ذلك، أراجعها شخصياً معكم مع السيد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، وكل المسائل المرتبطة بالمجاهدين نراجعها مباشرة مع الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين. فهذا هو سعينا وهذا هو إيماننا بما حباه الله لهذه الأمة بوجود هذه الفئة، وهي فئة عزيزة علينا جميعا. أقول رحم الله شهدائنا الأبرار وأطال الله في عمر مجاهدين الأخيار. عشتم بنات وأبناء جيل نوفمبر الأغر، فأنتم ذخر للوطن شهامة وبطولة وحبا للتضحية بالأمس واليوم وغدا. فالجزائر تعتز وتفتخر بكم على مر الأزمان. وأعلن عن افتتاح هذه الفعاليات، ولا يطيب الكلم إلا إذا اختتمنا الكلام بالترحم على شهدائنا الأبرار. فالمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. شكرا على كرم الإسلام.